السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة جاية لكم إن شاء الله فيديو جديد يا رب يعجبكم. الأكلة دي بيحبوها الأطفال جدا. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله رز الريزو والفراخ الكنتاكي. هي أكلة بسيطة وجميلة وطعمها جميل والأطفال بيحبوها جدا، وإن شاء الله بإذن الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله تعالى. مكوناتها عبارة عن كيلو فراخ، صدور فراخ محلية كده كيلو، ومعانا أنا كل حاجة عيرتها بالمعلقة دي، معلقتين بصل بودر، معلقتين ثوم بودر، معلقتين بابريكا، معلقة نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسمر. اول حاجه ومعانا كمان 3 بيضات. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك الصدور دي كده، هنقطعها مكعبات وسط، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. زي كده علشان تستوي معاكي وتشرب من التبولة كويس، يعني المكعب يبقى كده بالظبط كده اهو. ناخد دي الأول لوحدها، ودي كده لوحدها عشان ما تضايقناش. لو هتعملي نص كيلو مثلا يبقى البهارات دي تعمليها بقى بالنص، تبقى معلقة. كده احنا قطعنا الفراخ وجهزناها، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ معانا 3 بيضات، هنربهم كويس قوي. بعد كده هنحط عليهم كل البهارات دي،
نقلبها. بعد ما قلبناهم كده كويس اول المكونات كلها اختلطت ببعضيها، هنحط عليها الفراخ ونقلبها. بعد كده هنسيبهم بقى، لو انت مستعجله عليهم ممكن تعمليها قبليها 3 ساعات، يا اما قبليها بيوم. يعني ممكن تعمليها من بالليل، لو انت مثلا عايزه تعمليها بكره تتبليها بالليل وتجهزيها تاني يوم لبكره، لانها كل ما بتقعد كل ما بتشرب من التتبوله، فطبعا بتاخد طعم وبتكسب طعمه كويس قوي وطعمها بيبقى احلى. كده انا هعملها واسيبها لمده 3 ساعات وارجع لكم تاني ان شاء الله عشان نعمل الصوص بتاعها ونعمل الرز مع بعض، وان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه حلوه كمان باذن الله تعالى. هرجع لكم تاني. السلام عليكم، انا كده رجعت لكم تاني. دلوقتي هنبدا بالرز، نعمل الرز مع بعض ان شاء الله. انا هنا ولعت على الحله، حطيت عليها فيها معلقه سمنه بلدي، ممكن تحط زبده، ممكن تحط زيت اللي انت عايزاه خالص. معلش البنت حطت مكعب مرقه، والمفروض يتحط بس مش دلوقتي يعني، فحطت ذرات. احنا دلوقتي هنجيب بصله متوسطه هنقطعها، يعني مش لازم ولا صغير قوي، يعني القطعة بتاعتها تكون وسط حلوة. نحط عليها ذرة ملح، حط رشة بسيطة كده فلفل أسمر،
الرز بقى تحطيه انت بقى على حسب عدد افراد الاسره، ممكن تحطي كوبايتين زياده زي ما انت عايزه رز بلدي. بعد كده نحط له بقى معلقه ونص كده معلقه كركم، بس بصوا كده لونه، اللون الحلو كده الذهبي ده. نزوده بقى بقى، تبليه بقى على حسب الملح بتاعك. نيجي دلوقتي بقى نعمل الصوص بتاعنا. الصوص بتاعنا مقاديره ايه بقى؟ كوباية كاتشب، كوباية شاي، معلقتين كبار عسل أسمر، ومفروض بمعلقتين صغيرين نحسبها معلقة كبيرة صويا صوص غامق، يعتبر معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة مستردة يعني نص معلقة، معلقة صغيرة باربيكيو. هو المفروض بدل صوص الباربيكيو ده يبقى صوص اسمه صوص الورشستر، بس انا بصراحة دورت عليه كتير قوي ما لقيتوش. هنحط عليه مكعب مرقة
ويتحط على النار بس كده لحد مكعب المرقة ده ما يفك، وبعد كده نطفي عليه، مش هياخد وقت يعني معانا. طيب نيجي دلوقتي نعمل بقى الحاجة الحلوة قبل ما نحمر الفراخ. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مع بعض صينية كنافة بالقشطة. اول هيبقى معانا نص كيلو لبن، هنحط عليه معلقتين قشطه، القشطه بتاعت وش اللبن دي نحط عليه معلقتين. بصي بقى كل ما هتكتري في الحاجات دي هيديكي طعم افضل. يعني ممكن نحط 3 معالق لبن بودره، نحط 3 معالق كريم شانتيه خام، نحط سكر بودرة بقى على حسب طلبك انت، يعني انت زي ما بتحب الطعم يكون مسكر بتحبيه يكون مظبوط فمش مشكلة، ممكن نحط مثلا 2 أو 3 معالق سكر عشان ما تبقاش مسكرة قوي. والنشا بقى، النشا ما نكترش منه لان احنا مش عايزينها تخينة، احنا عايزينها سمكها يكون حلو، فمش عايزين تكون تخينة. يعني هنقلبها كويس الاول على البارد، وطبعا انا مولعه الفرن من بدري عشان لازم تتحط والفرن يكون سخن، ونزود عليها 1/2 كوباية ميه. وايدك بقى فيها ما تسيبهاش، يعني ايدك على طول في التقليب بتاعها. بصوا بقى الكنافة، انا علقت القشطة على البوتجاز. ماشي، الكنافة دي كانت عندي في الفريزر طبعا فكسرتها، لازم تكون متكسرة كده. لو انت هتجيبيها طازة ممكن تحطيها في الكب عادي كده اهو، تفرميها خالص تنعميها خالص كده. بعد كده هنحط عليها 2 معالق سكر، سكر بودرة برضو. السكر برضو بيساعد يديكي طعم الحلاوة بتاعتها وبيديكي قرمشة، السكر هو اللي بيخليها بتبقى مرمشة معاكي. بصي كده تخينة شوية، نحط لها حبة مية كده عشان تطرى شوية، اللي أنا عايزاها مية شوية عن كده.
البنك حلو، ندفع عليها. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنقسم الكنافة بالنص، بس اهم حاجة تعملي ليها حيطان كده عشان القشرة لما تيجي تحطيها ما تلزقش في الحيطان. نضغط بقى عليها كده، دي عشان صينية ستانلس فما حطيتش عازل، لكن لو هتعمليها بصينية ألمونيوم أصغر منها تجيبي كيس وتحطيه عليها عشان يبقى عازل. طبعا ما ينفعش نحط الألمونيوم كده على الأكل، وتزنيها كده في الحيطة وتضغط عليها على قد ما تقدري علشان تبقى ناشفة معاكي، تبقى ماسكة، متبقاش فتولة وتتقطع معاكي وتبوظ. تبقى القعدة بالطريقة دي كده، طبعا هنا مش هنقدر نضغط جامد على الوش عشان القشطه. بس كده نحطها بقى في الفرن. طبعا انا عندي السيروم، السيروم بتاعها الكنافة دايما بتبقى السيرم بتاعها خفيف يعني مش تقيل، كوباية مية على كوباية سكر ده مقدار السيرم بتاع الكنافة. معلش نسيت السمنة، حطيلها كوباية سمنة تغرقيها كده بيها وتوزعيها عليها.
بعد كده تحطيها في الفرن على طول. بصوا يا جماعة بقى كده جينا للفراخ. الفراخ كده عدت عليها حوالي 3 ساعات ونص 4 ساعات. عشان نيجي نحمرها في الزيت عايزين كوباية دقيق مش غيرها. بس طبعا بدل ما نجيب بقى ونحط في طبق ونعمل، لا احنا بجيب الكيس بصراحة بيريحني، بحط فيه قطع الفراخ. انا حطيت طاسة على النار وفيها الزيت، بحط فيها القطع بتاعت الفراخ كده ورب الكيس، وبعد كده احمر على طول. نفس الطريقة كده كده اهو، نرد الكيس كده. بعد كده نحطها في الزيت على طول. بصوا شكلها بيطلع، بيبقى فيها القرمشة طبعا. نهد عليها يا جماعة بعد ما الزيت يبدأ يسخن عليها، نهد عليها علشان تستوي متبقاش نية. كده بالراحة نكرر العملية تاني. انا بس مستنيه بس اطلع لكم اول رصه بس تشوفوها، وبعد كده هكمل وارجع لكم تاني ان شاء الله.
بصوا كده هي ايه استوت، شوفوا بالمنظر ده كده. الرصة الثانية بقى وارجع لكم ان شاء الله بعد ايه ما نخلص. الكنافة على فكرة يعني خدت الوش شوية كده وهقلبها على الناحية الثانية. الكنافة كده خرجت من النار من الفرن، هزيها بالشربات. وادي الاكل يا جماعه بعد ما خلص واتغرف بقى بالشكل ده. يا رب جربوه ان شاء الله ويعجبكم، وبالف هنا والله ما اقولكمش يعني على الفراخ بصراحه، شكلها وطعمها وريحتها قلب الدنيا ازاي، يعني حاجه جميله جدا. يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، ومتنسوش لايك وشير لكل اصحابكم وكل حبايبكم، علشان بجد حاجه تستاهل والاطفال بيحبوها جدا، واتمنى ان هي تعجبكم. وهذه الكنافه اهي كمان شكلها جميل وطعمها بصراحة تحفة، وده الصوص اللي عملناه. وادي الاكل، ويا رب جربوه بألف هنا وشفا. السلام عليكم، رجعت لكم تاني. هنعمل مع بعض الاكلة التانية، وهي طاجن الفراخ، طاجن بتنجان بصدور الفريخ. انا طبعا البتنجان مقطعاه مكعبات زي كده، ونعاف ملح وخل من نص ساعة، يعني من ساعة من قبل ما ابدأ الاكلة معاكم الاولانية بتاعت برجر البطاطس، وانا مقطعاه ونعاه بالطريقة دياتي ومولعه الفرن. هنعمل ايه بقى؟ هننشل البتنجان من المية بتاعته بالطريقة دي كده، نحطه في صينية او في صاج، ونرش عليه نخلطه بثلاث معالق زيت. نحطه في الفرن بقى لحد ايه ما يتحمر. وبرده هو ما يتحمر هنشوح مع بعض الفراخ. نحط مع بعض ثلاث معالق زيت كده ونقلبهم فيهم. نحطهم مع بعض في الفرن. بالت هما ما يتحمروا نقطع مع بعض صدور الفراخ. نحط طاسة على النار، نحط فيها معلقتين زيت الطريقة دي، ونقطع مع بعض صدور الفراخ مكعبات.
حبة البتنجان دول عبارة عن بتنجانتين كبار، لو وسط يبقى 3 بتنجانات، كده نفتحهم بالطريقة دي. الطاسة خلاص سخنت على النار، نديها صدمة كده، بدأت نقطع البصل مع بعض. نرفع الفراخ بتاعتنا بقى، الملح والفلفل بتاعنا على حسب بقى نقطة الطعام، يعني عايزاه ملح مظبوط ملح قليل زي ما انت عايز.
نحطها مع بعض الفلفل والبارد وكمان نقطع مكعبات. نحط البصل بصلتين وسط يا جماعة. حطيت الفلفل عليها وحطيت معاها قرن فلفل حراق. ممكن بقى على حسب ايه راحتك، ممكن لو انت عايزه فلفل حراق عايزه مش عايزه ممكن تحطي او متحطيش، في حاجه تكون براحتك انت. احنا بقى نطلع الباذنجان من الفرن وهنقلبه برده هنا تقليبه كده مع الفراخ.
بصوا يا جماعة، أنا البتنجان يعني بعد ما حطيته في الفرن حسيت ان هو هيبقى مجلد كده، مش هيبقى لطيف. فبصراحة طلعته من الفرن وحمرته، حمرته في عدد من الزيت، وبعد كده حطيته اهو على الخلطة كده. هنقلبها تقلبتين كده، وبعد كده نحطهم تاني في الصينية ونرش عليهم جبنة موتزاريلا ويدخل الفرن تاني. يا جماعة كده خدت الفسيخة كمان بتاعتنا، نطفى عليها بقى، نحطها في الصينية. الطريقة دي كده، بعد كده نحط عليها بقى كوباية جبنة موتزاريلا، شبعيها جبنة بمعنى أصح. كده هندخلها الفرن تاني لحد ما وشها يحمر. تبقى بالطريقة دي كده، هندخلها الفرن ووشها يحمر ان شاء الله، وبعد كده نطلعها. بصوا كده البطاطس اهي، دول البطاطس اللي عملناها. انا كده مولعة على الزيت من بدري. بسم الله الرحمن الرحيم.
قلت الرؤية دي كده. بصوا بقى، دي الصينية اهي طلعت من الفرن، ده بعدها بعد ما طلعت وعملت جنبها رز بشعرية، وادي ادي البرجر بتاعنا اهو، البطاطس. بسم الله. طعمها جميل، بسم الله ما شاء الله. الخلطة دي بصراحة جميلة جدا والله، ان شاء الله تعملوها وتجربوها وتقولوا لي رأيها، رأيكم فيها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا النهارده جايه لكم هنعمل مع بعض طريقه برجر البطاطس، ان شاء الله باذن الله تجربوها وهتعجبكم. العيال يعني بصوا بيعشقوا حاجه زي كده، فان شاء الله نجربها ونعرف وتقولوا لي ايه رايكم فيها باذن الله. اولا معانا المقادير بتاعتنا، كيلو بطاطس مسلوقه هنهرسها مع بعض. البهارات بتاعتنا عباره عن معلقة كبيرة توم بودر، معلقة كبيرة بصل بودر، نص معلقة صغيرة زعتر، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة بابريكا، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسمر، ومعانا معلقتين كبار بقدونس أو كزبرة خضراء. فالاول هنخلط الخليط بتاعنا الاول، وبعد كده هنقول مكونات التغليف. لازم تهرسيها كويس قوي. بصي حبايبي، انا كده هتبقى بالطريقه دي، تبقى كريم بمعنى اصح كده، نهرسها خالص وننعمها. بعد كده هنحط كل التوابل اللي قلنا عليها، بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، بابريكا، كمون، كزبره، زعتر، فلفل اسمر، ملح. هنحط التوابل دي كلها مع بعض كده، هنحط كمان مع بعض البقدونس او كزبرة اللي انت عايزاه يعني اللي يريح. هنخلطهم تاني مع بعض كويس. كده خلطناها كويس قوي الطريقه دي. هنعمل ايه دلوقتي هنقطعها قطع زي البرجر وهنغلفها. التغليف بتاعنا هيبقى عباره عن كوبايه شاي دقيق
وثلاث معالق نشا، بيضتين معاهم ذره ملح وذره فلفل اسمر، نضربهم كده كويس. ده المكون بتاعنا هيبقى عبارة عن بقسماط ودي أصفر، دي ذرة أصفر، ومعلقتين دقيق، وكزين فيجيتار. هنقلبهم مع بعض كويس دلوقتي. بص بعد كده هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يكون بقى تتحكمي انتي في الحجم زي ما انت عايزه، تكبري تصغري براحتك. بس انا متهيألي ان الحجم ده كده يكون مناسب قوي. هنعمل ايه بقى؟ نحط دقيق، نعمل كرري بقى العملية كده لحد ما تخلصي الكمية كلها. كده كده هناخد بعد كده من الدقيق والنشا كده، نغلفها كويس، وبعد كده نحطها في البيت كده، وبعد كده ناخدها من البيت على البقسماط. بعد ما نخلص الكمية نحطها في الفريزر لمدة من ساعة لنص ساعة، يعني لو انت مستعجل عليها قوي يبقى كفاية نص ساعة، تبقى بالطريقة دي كده. عامل معاكم واحدة تاني كده، نحط في البيض، بعد كده البقسماط، نعمل خلاص الكمية على نفس الطريقة، وارجع لكم تاني ان شاء الله نعمل أكلة تانية.